اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود بفرس متحرك من خشب الجوز. مين فينا ما بحب الجوز؟ الجوز له خصائص الصوتيه الجميله والرائحه، سواء كان سحب او ثابت. هذا الخشب فيه سر عجيب يا جماعه، اكيد اللي بيعشقوا العواد مثلي طبعا مثلكم بيعرفوا هذا الشيء. الجوز له خصوصيه خاصه بين الاخشاب. طيب نقول مواصفات هذا العود. الوجه عندنا من السيتر طبعا، ما ذكرنا الظهر والزند والفنجوق من الجوز بالكامل. المسطرة كذلك عندنا من الجوز. المفاتيح من الأبانوس درجة أولى. زند عياري، من هنا بنقدر نتحكم بالدوسة بخلال الشد والرخي اللي هو بعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسل. قياسات العود: العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، عرض العظم 3.9. الأوتار عندنا من البيراميد لود دوزان فاقم. نسمع العود، نختبر مختلف المساحات الصوتية مثل ما تعودنا دائما إن شاء الله. تقولنا رأيكم بالتعليقات، ما تنسوا أكيد بالتمرين. نبدأ إن شاء الله.
الجمال وقمة روعه، سلاسة العزف كمان جميلة، والتوناليتي تبعه والتسلسل في التردد كمان كثير كثير جميل ومغري. خلونا نجي الاختبار الأخير، هو العزف على الفينجر بورد كامل. نشوف الجمالية. طيب يا جماعة، نلقاكم على خير، تحياتي وإلى اللقاء.